تكاد تكون. طيب نطلع على النمسا ومعانا من هناك الزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي في معسكر الإعداد عشان يحطنا في الصورة بكل تفاصيلها. مساء الخير يا فاروق. برحب بيك استاذنا الكبير استاذ ابراهيم المنيسي، وبرحب بالاساتذه العظام استاذ نبيل عمر والاستاذ عصام شلتوت، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخبار ليالي الانس في فيينا ايه؟ ليالي الانس في فيينا ممتعه جدا بصراحه استاذ ابراهيم، يعني اختيار موفق جدا من النادي الاهلي لهذا المعسكر ومكانه وتوقيته. الكلام اللي الواحد لمسه من اللاعبين من الاحاديث، يعني بتقدر تقول كده اللعيبه بتقول فعلا المعسكر ده جه في وقته. اختيار المكان ده اختيار موفق جدا 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 من مسؤول النادي الاهلي، والسرعه في انهاء الاجراءات امر طبعا بيحسب ليه مسؤول النادي الاهلي ولاداره النادي الاهلي. كابتن خطيب واضح زي ما تابعنا لسه واصل حالا عندكم، قول لنا الحاله ايه من الناحيه فتره التدريبات اللي فاتت واللي جاي ايه، وحاله اللعيبه بالتفاصيل الكامله اللي عندك يا فاروق. يعني خليني اقول لك بالفعل يا استاذ ابراهيم، يعني منذ دقائق كان وصول الكابتن محمود الخطيب الى مقر اقامه الفريق هنا في باد تيتز مندورف اللي بتبعد عن فيينا بساعه ونصف. كان وصول الكابتن الخطيب الى مطار فيينا كان في يعني في وجود او في استقبال الكابتن محمود الخطيب وفد من مسؤول السفاره المصريه ممثل في معالي المستشار خالد المنشاوي نائب معالي السفير محمد الملا، وايضا الاستاذ محمد البحيري القنصل العام للسفاره المصريه هنا في النمسا. كان حضور الكابتن الخطيب الى المقر الاقامه طبعا يعني استقبله طبعا الكابتن خالد بيبو ومستر كولر، وفي هذه الاثناء بيعقد جلسه الكابتن الخطيب مع مستر كولر والكابتن خالد بيبو طبعا للحديث بقى عن الايام اللي فاتت والفتره القادمه. ده الشق الخاص بوصول الكابتن محمود الخطيب. طبعا الامور الفنيه او الامور بقى التدريبيه الخاصه بالفريق، خليني اقول لك ان الفريق طبعا النهارده كان خاض تدريب صباحي لمده يعني 45 دقيقه مستر كولر، يعني ده تدريب يعني تقدر تقول تدريب خفيف شويه، لكن هو بعد نهايه المران يعني ادى وقت كتير جدا ل يعني الجانب التخصصي. وخليني يعني انوه لنقطه مهمه جدا يا استاذ ابراهيم، طبعا النادي الاهلي مؤخرا كان انضم للجهاز الفني الارجنتيني كارلوس، وده مطور الاداء ومكتشف المواهب، ومستر يعني كولر يعني طلب يعني او ضم مستر كارلوس لي طبعا لتطوير النواحي الهجوميه الخاصه ببعض اللاعبين، وايضا تطوير النواحي الخاصه باللاعبين الناشئين سواء زعلوك رأفت خليل او اللاعب معتز محمد. اللي احنا شفناه من التدريب ده يا استاذ ابراهيم ان مستر كارلوس بيشتغل مع اللعيبه، اللعيب اللي بيلعب بالقدم اليسرى زي رأفت خليل بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليمنى، لعيب زي زعلوك بيحاول ان هو يطور من الفينش بتاعه على المرمى، خالد عبد الفتاح بيلعب بالقدم اليمنى قدر ان هو يعني يشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليسرى. لكن يعني تقدر تقول الانطباع ده مهم جدا بالنسبه للاعبين، اللعيبه يعني فارق معاها هذا الامر. يعني مستر كارلوس قال اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يكون لعيب متكامل سواء من الناحيه الخططيه او من الناحيه التكتيكيه، انه يلعب برجليه الاثنين، يلعب باليد كويس. اشتغل شاف ان يعني مستر كولر شاف ان دي موهبه عند اللاعب معتز محمد، وبالتالي بيشتغل معاه مستر كارلوس على تطوير واستغلاله في ضربات الرأس. ثم طبعا بعد انتهاء هذا المران كان في مباراة ما بين يعني فريقين من لاعبي النادي الاهلي، ومستر كولر فرض عليها الطابع الرسمي، كان موجود طاقم حكام من النمسا لإدارة هذه المباراة. فريق كان باللون الأحمر الزي الرسمي للنادي الاهلي، وفريق كان باللون الأسود. عايز أقول لك يا أستاذ إبراهيم بصراحة يعني الرداء اللي بيرتديه النادي الاهلي يعني خطف الجميع في هنا في النمسا، يعني في منتهى الشياكه بصراحه قميص النادي الاهلي. تقدر تقول التشكيل الفريق الاحمر كان طبعا الكابتن محمد الشناوي، وكان اثنين مساكين رامي ربيعه وياسر ابراهيم وعلي معلول ومحمد فخري. في نص الملعب كان بيلعب اليو ديانج واحمد نبيل كوكا، قدامهم كان رضا سليم وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وراس الحربه كان كهربا. الفريق الثاني طبعا كان مصطفى شوبير، وكان قدامه ثنائيه محمد عبد المنعم ومحمود متولي،
واللاعب محمد هاني في الجانب الايمن، والجانب الايسر كريم الدبيس، نص الملعب كريم نيدفيد. يعني الواحد كان مبسوط من الاداء اللي ظهر عليه كريم نيدفيد ومروان عطيه، قدامهم كان قفشه وكريستو وصلاح محسن. عايز اقول لك ان الاجواء اللي الواحد شافها، الحماس اللي عند اللاعبين، يعني الامر ده هيضع مستر كولر في حيره من امره. التنافس ما بين اللاعبين على المراكز، طبعا المباراة كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. كان تقدم للفريق الأحمر حسين الشحات في شوط اللقاء الأول، وأهدر أو يعني بمعنى صحيح مصطفى شوبير كان تصدى لركلة جزاء من علي معلول في شوط اللقاء الثاني، وأدرك صلاح محسن هدف التعادل للفريق اللي كان يرتدي القمصان السوداء عشان تنتهي المباراة بنتيجة 1. زي ما قلت لحضرتك، اجواء اللاعبين، الحماس اللي عند اللاعبين. عايز اقول لك ان رضا سليم واحد من اللعيبه اللي خلاص اندمج مع النادي الاهلي، واتوقع انه يكون واحد من الصفقات الرابحه جدا للنادي الاهلي هذا الموسم. كريم نيدفيد والحاله اللي كان عليها طاهر محمد طاهر، وظهر بمستوى اكثر من متميز. يعني بالمناسبه طاهر طبعا مع استمرار اداء الكابتن محمد الشناوي لاعبي خط الدفاع، سواء محمود متولي اللي اطمنا عليه طبعا، يعني اول مره متولي يلعب مباراه من بعد الاصابه في الفترة الأخيرة، أغلب العناصر أستاذ إبراهيم يعني ظهرت بمستوى متميز جدا. يعني ده إن دل هيدل إن شاء الله إن المعسكر ده هيكون مردوده بشكل متميز جدا على النادي الأهلي في الموسم القادم. ده كلام مهم جدا يا فاروق. الثلاثي اللي كان الدكتور أبو العينين راح بيهم للطبيب، أخبرهم إذا كان كريم أو أكرم أو إمام عاشور؟ يعني برضو نقطة مهمة جدا، وخلينا أقولها من خلال حضرتك حصريا، إن اللعيبة عاقب عودتهم مباشرة مستر كولر يعني أصر لعيبة تكمل وتأدي تدريبها. لكن خلينا ناخد النقطة من البداية. بالفعل كان تم عرض اللاعبين بالأمس على كريستيان فينك الطبيب النمساوي اللي أجرى جراحة الرباط الصليبي سواء لكريم فهد أو أكرم توفيق، وأيضا يعني اطمن على اللاعب إمام عاشور. خلينا أقول لك طبعا يعني تم الأحاديث و الفيديو كونفرنس بينه وبين الدكتور تامر ابو العينين، وبالمناسبه كان بصحبه الثلاث لاعبين الدكتور محمد وفائي. عايز اقول لحضرتك ان لو في مباراه من بكره باذن الله اللعيبه جاهزه للمشاركه، مستر فينك ادى خلاص الابروف للدكتور تامر ابو العينين ان اللعيبه جاهزه للمشاركه. يتبقى طبعا الامر بيخضع للرؤيه الفنيه لمستر كولر والجاهزيه البدنيه للاعبين. اللعيبه طبعا جت كان الامر ده بالامس، ونظرا لان مستر فينك اصر ان يعني يعمل اكتر من فحص اللاعبين، فتم تاخير اللاعبين لساعات متاخره، وبالتالي فضل اللاعبين او يعني قرر الكابتن خالد بيبو ومسؤولي النادي الاهلي بقاء اللاعبين يوم زياده في المكان اللي بيبعد هنا عن مقر اقامه النادي الاهلي بثلاث ساعات. وبالمناسبه اللعيبه اللي يعني استقلت الطيران الداخلي في النمسا، ثم عاد اللاعبين في الصباح اليوم بعد الاطمئنان الكامل. يعني انا باكد لحضرتك لو في مباراه غدا باذن الله اللعيبه تكون جاهزه للمشاركه، الامر بيخضع طبعا للرؤيه الفنيه لمستر كولر والجاهزيه البدنيه. عقب عودتهم سريعا دخل اللاعبين وادوا تدريب واستكملوا تدريبهم طبعا منفردا امام عاشور واكرم توفيق وكريم فؤاد، فانباء مبشره جدا يا استاذ ابراهيم. طبعا يعني حضرتك اكيد تابعت الكلام الكتير جدا اللي بيثار على وسائل التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا الخاص باصابات اللاعبين، الكلام ده غير صحيح بالمره. وزي ما بنتكلم الامور طبعا من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي، النادي الاهلي الحمد لله خالي من الاصابات، يتبقى اصابه فقط الكابتن عمرو السوليه اللي يعني ماشي في البرنامج التاهيلي، زي ما يعني بلغنا الدكتور تامر ابو العينين ان الامور بالنسبه لعمرو السوليه يعني امور ممتازه جدا خلال الفتره القادمه. النهارده بدا بالجري حوالين الملعب بالمناسبه، خلال الفتره القادمه يبدا ياخد اجزاء في الجانب البدني واجزاء من المران الاجتماعي من المران الجماعي. ايضا بطمنك على خالد عبد الفتاح اللي خلاص يعني اصبح جاهز للمشاركه، طبعا شارك في التدريبات الفتره الاخيره بصوره وبشكل جماعي، فتقدر تقول يعني الحمد لله الحمد لله، ربنا يكملها على خير ونخرج من هذا المعسكر بدون اصابات. امام عاشور ودرجه بقى انسجامه في المعسكر اخبارها ايه يا فاروق؟
يعني خليني اقول لك يا استاذ ابراهيم، في هذا الامر كهربا ليه دور كبير جدا، يعني كهربا ليه دور كبير جدا. سريعا دخل في الاجواء، امام ما تحسوش خلاص غريب على لعيب النادي الاهلي. طبعا في بعض الالعاب الترفيهيه اللي بيعملها اللاعبين هنا في، او التحديات اللي بتكون بين اللاعبين، طبعا بتشوفنا امام عاشور مع كهربا مع قفشه مع مروان عطيه. بص يا استاذ ابراهيم، يعني نقطة مهمة جدا، النادي الاهلي كبير قوي، اي فرد بيدخل داخل منظومة النادي الاهلي، انا ببص يعني احنا طول الوقت بنشوف اللاعبين بنتابع اللاعبين، سلوك او علاقة التعامل ما بين اللاعب الناشئ الاصغر لاعب في المعسكر سواء زعلوك او معتز محمد مع الكابتن محمد الشناوي بحجم وقيمة الشناوي معلول، لا النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي في حتة تانية. امام عاشور جلساته مع اللاعبين يعني الامور الترفيهية، وبمناسبة ان احنا بنتكلم على هذا الامر، خليني اقول لك برضو ان في بعض اللي يعني التحديات، في بطوله معموله للبلاي ستيشن ما بين اللاعبين، طاهر محمد طاهر في حته تانية في الموضوع ده، يعني اتوقع ان خلاص هتبقى في مباراه نهائيه. طبعا اللعيبه اللعيبه يا استاذ ابراهيم عامله دوره يعني ما بين اللاعبين، يعني تقدر تقول ان اقرب اثنين للنهايه يكون طاهر محمد طاهر وصلاح محسن. بالمناسبة يعني طاهر كان فاز على الكابتن رامي ربيعة 5-0، وعمرو السولية كان خرج محمد فخري 4-1، أيضا كريستو كان خرج تيتسيان اندويا مخطط الأحمال، طبعا إلى جانب بعض بقى الألعاب اللي هي التنس الطاولة والبنج، طبعا بيتفوق فيها ياسين المكاري وأحمد عبد القادر. الجو هنا ممتع بصراحة كمان يا أستاذ إبراهيم، يعني الجو سواء داخل المعسكر أو الجو العام بالنسبة في فيينا، يعني تقدر تقول الأربع فصول بتوع السنة بتشوفهم في يوم واحد. الشمس صباحا بيبقى يعني في مشهد وشكل مبهج جدا، ثم سقوط الامطار بتبقى امطار خفيفه مع لسع برد شويه، لكن اجواء يعني بتحمس اللعيبه اكتر، بنشوف مردودها على اللاعبين، يعني الحماس اللي عند اللاعبين. مستر كولر يتكلم مع اللاعبين عايزين نحافظ ونخاف على بعض، لكن الاجواء بصفه عامه هنا في النمسا ممتعه جدا بصراحه استاذ ابراهيم. يعني احنا مفتقدين حضرتك، مفتقدين الاستاذ نبيل عمر، الاستاذ عصام شلتوت، كنا طبعا هنستمتع بليالي الأنس هنا في فيينا. لا استمتع بالسؤال من الأستاذ عصام بقى يا فاروق. وبس طبعا أنت قلت حاجة مهمة، لكن الأهلوية الحمد لله يعني موضوع السوشيال واللي بيحصل ده، حتى الألعاب الترفيهية كانوا بيقولوا عليها حاجات تانية معرفش إزاي. يعني الراجل كارلوس واضح إن ليه مهمة خاصة، جمهور سألنا كذا مرة عشان اتكلمنا في العناوين العامة إن هو راجل تخصصي أو هو الأقرب ليه تنفيذ بعض الرؤى بتاعت الكوتش، ودي برضو من الحاجات اللي عايزين نوصلها للجمهور، انه زي ما قال ابراهيم وسنبيل وعادة الاهلي انه الجهاز بيكتمل بصورة عالمية، يعني زي الاهلي زي كل الفرق من حيث العدد والتخصصات. السيد كارلوس ماذا يقدم على مدار اليوم التدريبي؟ استاذ عصام، يعني خليني احيي حضرتك واشيد حضرتك بشكر حضرتك جدا على النقطه اللي اثرتها، لان هي نقطه مهمه جدا ولازم نوضحها. مستر كارلوس هو وظيفته مطور اداء ومكتشف المواهب. خليني بقى اجيب القصه من البدايه. مستر كولر بيرتقي ان في لعيبه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي ولعيبه الصغيره، يعني قال او تحدث في هذا الامر، ليه الداعي ان انا اروح اشتري لعيب بمبلغ كبير من بره مقابل ان انا اقدر اصنع لاعب يكون مستقبل للنادي الاهلي والكره المصريه. ارتقى في اللاعبين زي محمد زعلوك ومعتز محمد ورأفت خليل انهم يكونوا مستقبل للنادي الاهلي سواء في مركز خط الهجوم او مركز خط الدفاع، ومخصص مستر كارلوس للتعامل مع هؤلاء اللاعبين في تطوير النواحي. طبعا بالنسبه لزعلوك تطوير النواحي الهجوميه، بعد التمرين بيبقى مستر كارلوس موجود مع زعلوك، موجود مع معتز محمد، مع رأفت خليل. رأفت خليل بالمناسبه هو كان لاعب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بيلعب ظهير ايسر، يعني بيلعب بالقدم اليسرى. مستر كولر ارتقى ان هو يوظفه في الجناح المهاجم، اللاعب دايما بيلعب بقدمه اليسرى. مستر كارلوس بيشتغل معاه دلوقتي ان هو يلعب بالقدمين، القدم اليمنى والقدم اليسرى. زعلوك شاف وتابع اتفرج على ماتشات من ماتشات الناشئين، شاف ان زعلوك محتاج يشتغل شويه على الفينش بتاعه في امام المرمى، مخصص مستر كارلوس لزعلوك ان هو يطور عنده النواحي الانهاء الهجمه. ايضا بالنسبه لمعتز، شاف ان معتز لعيب بيتفوق في ضربات الراس، واتفرج على مبارياته في قطاع الناشئين، قال ليه ما استغلش هذا
هذا اللاعب وطور هذه الموهبه اللي عنده، الى جانب تم اضافه بعض اللاعبين بقى. تشوف خالد عبد الفتاح النهارده موجود مع مستر كارلوس بيشتغل على القدم اليمنى بالنسبه لخالد عبد الفتاح، بيشتغل على القدم اليسرى معذره لخالد عبد الفتاح، علشان خالد عبد الفتاح مستر كولر قال له ان ده لاعب انا اوقات كتير جدا بحتاجه انه يلعب ظهير ايسر، فبالتالي انا محتاجه يكون عنده اجاده تامه للقدم اليسرى. فبعض اللعيبه اللي بتلعب في اكثر من مركز بالنسبه لمستر مارسيل كولر بيشتغل عليها مستر كارلوس علشان يطور معاهم النواحي القططيه الخاصه بالمركز، وايضا اجاده اللعب بكلا القدمين، وايضا اجاده اللعب بضربات الراس. ده كلام مهم جدا، لانه واضح انه مستر كارلوس دوره في الاساس تطوير الاداء واكتشاف النواقص وسد هذه الجوانب في التدريبات التخصصيه، لكنه رضا سليم بدا ينسجم بشكل اساسي واضح. استاذ ابراهيم يعني من اللي احنا لامسينه وشايفينه من اول تدريب، انا يعني انا بقولها يعني من خلال حضرتك، وانا يعني بقولها بكل صراحه، من اللي احنا شايفينه ولامسينه من ادائه النهارده، اتوقع ان رضا واحد من اهم الصفقات اللي النادي الاهلي ابرمها مؤخرا. اللعيب ده سريعا دخل في اجواء النادي الاهلي، دور كبير جدا طبعا لعلي معلول وكريستو والكابتن محمد الشناوي. كابتن الشناوي دايما بلاقيه بيتكلم مع رضا سليم، انت موجود معانا، احنا اخواتك، احنا انت موجود جوه النادي الاهلي. رضا سليم دايما في جلساته في قعداته بيبقى موجود طبعا مع كريستو مع علي معلول. رضا سليم تقدر تقول لعيب يعني لا بيبان من لمسته، الجواب بيبان من عنوانه. رضا سليم في الكروسات العرضيه اللي بيعملها، الضربات الثابته اللي بيوجدها، انسجامه مع اللاعبين، تحركاته من غير كره، اعتقد يعني بتبشر وبنقول ان هو صفقه مهمه جدا جدا، هيخلي المنافسه شرسه جدا ما بين لاعبي النادي الاهلي على اطراف الملعب. يعني وبالمناسبه مستر كولر النهارده وظفه في الجناح الايمن والجناح الايسر، وهو لاعب بيجيد اللعب في المركز الجناح الايمن والجناح الايسر وايضا مركز 10، اعتقد لعيب جوكر بالنسبه للنادي الاهلي، وهيكون صفقه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. وبمناسبه هذا الامر ان مستر كولر كان بيتكلم مع اللاعبين يعني، وكان ليه كلام مع كريم نيدفيد، اتكلم في نقطه مهمه جدا يا استاذ ابراهيم، قال ان مستر كولر لما انا جيت قعدت معاه ما كلمنيش في النواحي الفنيه خالص، يعني ما اتكلمش معايا في اي امر خاص بالنواحي الفنيه، سالني اسئله مهمه، قال لي انت يومك بيكون ازاي خارج الكوره، خارج الملعب، لو عندك حاجه نواقص بتشتغل عليها ازاي، بتشتغل على نفسك ازاي. فمستر كولر كان عايز يشوف العقليه بتاعه اللاعب مش الجانب الفني. يعني من الممكن يكون في لعيب من الناحيه الفنيه بالنسبه لنا وبالنسبه للجمهور صفقه مهمه جدا، ولكن عقليته لا تتناسب مع فكر الجهاز الفني او لا تتناسب مع منظومه النادي الاهلي، وبالتالي بيبقى ما فيش امر باتخاذ القرار ان هو ينضم للنادي الاهلي. فكريم نيدفيد مستر كولر قال له انا عايز اعرف عقليتك تفكيرك، وبعد ما خلص القعده معاه قال له هكلمك اشوفك تكون موجود معانا او غير موجود، ولكن يعني كلمه بعد يعني اسبوع وقال له انت خلاص انا انت هتكون موجود معانا. فبالتالي الراجل بيتكلم على العقليه على الثقافه، وبيشوف هل اللعيب ده ينفع في منظومه النادي الاهلي ولا لا، واعتقد دي عوامل رجحت ان رضا سليم يكون واحد من صفقات النادي الاهلي هذا الموسم. كريم نيدفيد برضه مختلف عن ما كان قبل كده، يعني شايف انه استفاد من فتره الاعاره وداخل بجديه كامله. كريم نيدفيد واحد من اللعيبه اللي ادت المباراه النهارده، يعني لعب المباراه بالكامل. يعني النهارده كريم نيدفيد في ثنائيه ما بينه وما بين مروان عطيه في منتصف الملعب. كريم نيدفيد كمان واحد من اللعيبه اللي بالنسبه لمستر كولر شايف عنده النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه في المركز خط الوسط. كريم مش غريب كمان على لعيبه النادي الاهلي، وبالمناسبه يعني هو في ترتيب الكباتن النادي الاهلي، واللعيب رقم 5 في ترتيب كباتن النادي الاهلي. طبعا كريم لما اعتقد في لقاء ما هيكون موجود مع حضرتك يا استاذ ابراهيم، يعني في كلام كتير جدا من كريم نيدفيد، انا مش عايز احرق كلام كريم نيدفيد، لكن كريم اتكلم في امور كتير جدا، اتكلم على فترته مع فريق فيوتشر ودور ناس كتير جدا سندته في الفتره اللي كانت صعبه جدا. هنسمع كلام هنسمع كلام كريم معاك يا فاروق، بس عايز اشكرك على هذه الجولة السريعة جدا اللي أنا أعتقد خدت كل مشاهدينا لفيينا وحطيتنا جميعا في الصورة. كل التوفيق ليك وكل التوفيق للمعسكر، وواضح أن المسألة فعلا دي مش ليالي الأنس، دي ليالي الجد والشغل والتعب والشقة فعلا، وإن شاء الله يكون معسكر مردوده الفني كبير إن شاء الله.
شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح. والحقيقه كلامه عن كريم نيدفيد يا جماعه، هو كان عمل لقاء مع كريم نيدفيد على ما بين فتره الاعاره واللي استفادوا من